مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر العاجل مباشره من مدينه المحمديه. كما كتشوف معنا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات يعني قنطره النسيم غرقاش بالماء كما كتشوفوا، يعني شويه ديال الامطار خلات ان البنيه التحتيه ديال مدينه المحمديه تبان على حقيقتها. هذا هو الواقع ديال مدينه المحمديه، هذه العيشه اللي كيعيشوها ساكن ديال مدينه المحمديه. كما كتشوفوا معنا يعني قنطره النسيم غرقاش الاخوان، غرقت الماء. والمشكله والطامه الكبرى هي ان الاخوان هنا يعني واحد الكنازه كانت غاده باش تدفن، الدنيا تحبسات، الكنازه ما لقاش مين غدير، شافوا ما لقاو ما غيديروا رجعوا. الميش باقي لحد الان ما دفنوش الاخوان، الكنازه ما دازتش، القنطره تحبسات، بس هو امطار الخير كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه المحمديه. كما كتشوفوا معنا يعني امطار الخير بسببها، ها هي القنطره كيف ما قلنا غرقات، الدنيا تحبسات، شوفوا معنا الكارثه الاخوان، يعني غرقات المدينه الاخوان، صافي كلها مشات الاخوان، شا 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 شا. شوفوا معنا القنطره ديال النسيم الاخوان كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتشبعين في هذه اللحظات، يعني عناصر ديال ليدا كيقوموا يعني باش كيسرحوا هاد القوارص هادو اللي كاينين هنا، فكما كتشوفوا معنا يعني القنطره شخرقات الاخوان، الطنوبيلات مابقاوش كيدوزوا، الطريق هاي تحبسات كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، يعني كيف ما كتشوفوا يعني الطريق محبوسه باقا لحد الان. فكنتمنى منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. ف يعني كما قلنا الغريب في الامر ان كانت واحد الجنازه دابا قبل قليل فقط شوفوها يعني في الفيديوهات، يعني كانت جنازه كانت باغا تدوز باش يدفنوا الميت، جايه الكنازه شافت الطنوبيل دخلات كانت غتغرق الطوموبيل، مشات الكنازه رجعوا الاخوان، يعني رجعات الكنازه ما عرفنا واش رجعاش، رجعات للدار بمثلا الشا ولا الله اعلم الاخوان. المهم الكنازه راه مشات الشراوده، هذه الطريق الوحيده واللي خاصهم يضربوا دوره كبيره الاخوان، كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، غرق يعني ديال هنايا مدينه مباشره مدينه المحمديه، القنطره ديال النسيم غرقاش بالماء الاخوان كما كتشوفوا، الطريق تحبسات، الناس مابقاو لاقين مين غيدوزوا، كارثه بما تحمل الكلمه من معنى، فحشومه وعيب وعار. راح حشومه وعيب وعار الاخوان اننا في 2023 وغادي نظموا كاس افريقيا وكاس العالم وكنشوفوا الطريق باقا محبوسه. هذه رساله كنوجهوها للناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه، كنتمناو انكم تدخلوا على الخط وديروا حل لهذه المعضله هذه. راح حشومه وعيب وعار اننا في 2023 وباقي كنشوفوا الطريق محبوسه بسبب وشويه ديال الشا، راه باقا ما كملاش، درنا صلاه استسقاء باش تصب الشا، الحمد لله. الله 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 وحل حل حل رجع رجع اخويا رجع ما دايزاش رجع رجع كنبغى يوحل حتى هو ناري 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 ها هي موت كره عاوتاني الله يحضر السلامه احضي راسك اخويا احضي راسك الله يلطف يعني كما كتشوفوا معنا الاخوان كان غيوحل حتى هو بالموتور ديالو يعني راه محبوسه الطريق محبوسه حتى واحد ما كيدوز الكنيز ما كيدوزوش ها الروضه يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني شوفوا معنا يعني الله يلطف بينا الله يحضر السلامه كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام يعني راه واحد الكنيزه كانت غاده مستعد باش انهم يدفنوها مع امطار الخير الطريق تحبسات، لامبيلونس ما قدرش تدخل رجعوا، ما عرفناش واش ان لامبيلونس رجعاش يعني ما قدروش يدفنوا الميت واش غيدفنها هي سو سو سو، دابا ولاو يعني اللي كيبغي يدفن يعني مع جماعه كما كتعرفوا تيكون جنائز كبار فشوفوا معنا الناس ما كيدوزوش ما قاموا يدوزوا، الطريق تحبسات الاخوان كلشي مشى، هذه البنيه التحتيه ديال مدينه المحمديه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام مباشره من مدينه الزهور مدينه المحمديه، ها حما كنشوفوا كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني الناس بقاو لا كيما غيدوزوا، الطريق تحبسات، الطريق تبلوكات، اقسم بالله على كنازه الاخوان. هذه جوج راه الكنازه الثانيه تاهي رجعات كانوا غاديين يعني باش غادي يجيبوا يدفنوا الميت كانش يدخلوا هنا الروضه الاخوان مع جاو لومبيلونس وحلات وسط الماء طوموبيلات ما كيدوزوش الطريق محبوسه يلاه تنفس دابا الحمد لله راه بدا كيتنفس شويه واخا راه غارقه يعني راه غرقت هنا الاخوان القنطره. فهذه رساله للناس اللي ساكنين في مدينه المحمديه كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا اللايف على اوسع نطاق بالنسبه للناس اللي جايين للمحمديه الناس اللي غادي نطلع على القنطره في النسيم الناس اللي ساكنين في النسيم الناس اللي جايين من الناس اللي شارع المقاومه الطريق محبوسه الاخوان ما تدوزوش من هنا هذه رساله الاخوان فبارطاجيو كنتمنى انكم تبارطاجيو باش اللي شاعموا الفائده الاخوان الطريق محبوسه الطريق مبلوكي الاخوان ما كاينش اللي غدوزو شوفوا معنا يعني الطوموبيلات محبوسين الطريق محبوسه كلشي محبوس الناس ما عندهم اللي غيدوزو كارثه بما تحمل الكلمه من معنى هذا هو الواقع ايه وقعوا صفر كاع عاوتاني الاخوان ها اللي ما بغيناش ها اللي ما بغيناش قادوا صفر كاع كما كتشوفوا معنا والهاوته اش مع المباشر اش بان لك فهاد الشاسة الهاوته الطريق محبوسه الهاوته محبوسه حنا يلاه جينا من الجامع دابا لقينا الدنيا محبوسه وشوف شحال ديال الناس هما هنايا وكنازه وحلات الهاوته انا لا ماشي كنازه وحلات والله انا شفتها بعيني لا ما جاش هنا وما لقاوش مين يدوزوا هو شوف بعدا واحد الحاجه بعدا المسؤولين هما راه كاينين هنا بعدا ديال اللي داك بعدا الحمد لله هما كاينين هنايا ونتمنوا الله يفرجهم ومين غدوز لمحالك الهاوته منين غدوز من هنا انت دابا دير معايا الفيديو سير الهاوته الله يعاونك تحيه للمغاربه كامل سير الهاوته سير شوفوا الهاوته منين غيدوز الاخوان يعني شوفوا الطريق تحمسها الطريق غرقات الاخوان الناس بقاو لاقيين منين غيدوزوا شوف 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 يعني الناس وقعوا لك ما غيدوزوا الحمد لله يتسرحت شويه شوفوا القوادس شوفوا القوادس الاخوان شوفوا معنا انا قادو صرا تنفس بعدا راه سرحوا يعني نزل يداك جاو دخلوا على الخط ها تمي صافي
والسبرديله دوريجين، السبرديله دوريجين مشات. سير العام ان شاء الله ما يسير. يعني كما كتشوفوا معنا الحمد لله بدات كتسرح دابا الاخوه، راه بدات كتسرح. غير هو الناس اللي جايين اسوان، الناس اللي جايين لمدينه المحمديه شارع المقاومه مورا قنطره النسيم، حاولوا انكم ما تجيوش. الطريق محبوسه، الطريقه باقا محبوسه، القنطره راه باقا محبوسه كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. نحاولوا اننا نتاخذوا الحيطه والحذر، ردوا البال. يعني كما كتشوفوا يعني امطار غزيره، هذه غير شويه ديال الامطار عرات الواقع كما كنقولوا ديال مدينه المحمديه، شويه ديال الامطار عرات. فاش تخيلوا معايا 2023 الاخوان وباقي كنشوفوا هذه الحاله، 2023 الاخوان وشويه ديال الشتا، حبسات القنطره، الناس ما بقاو لا قلمي غيدوز. فما فهمتش انا هاد الناس المسؤولين واش على علم بهذا الموضوع، ما فهمتش انا واش الناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه عارفين بلي واحد القنطره ديال النسيم من 2018 وهي كتعاني، ولا مسؤول واحد جا صوبها، ولا مسؤول واحد جا مشاف من حال هاد الكارثه هادي. طريقش حبسات، طريقش بلوكات، الناس ما بقاو لا قلمي غيدوزوا، الطوموبيلات ما بقاوش كيدوزوا من هنا. شنو السبب؟ الله اعلم الاخوان. فكنتمنوا منكم مشاهدينا انكم تبارطاجوا هذا اللايف هذا على اوسع نطاق، وكنتمنوا انكم توصلوا للناس المسؤولين ديال مدينه المحمديه. راه مدينه غرقشه الاخوان، راه هذا الشيء غير شويه الشتا بلا ما ندويو انها لا زادت تهدات، بقات كتصب غير بهذا الجهد اللي كانت فيه، بقات تخيلوا معايا انها تبقى تصب من دابا حتى الخمسه ولا سته العشيه. مشات المحمديه الاخوان، فالله يلطف بينا والله يرحمنا، الله يلطف بينا الله يرحمنا. فكنتمنوا من جميع الناس انهم يردوا البال ويتاخذوا الحيطه والحذر كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. امطار الخير يعني تتساقط هنا بنيه المحمديه كما كتشوفوا، يعني هذا الشيء اللي خلى ان القنطره تحبسوا. هي قنطره النسيم اللي تبلوكات كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، قنطره النسيم تحبسات، يعني ما بقى والو، يعني كل شيء تحبس. شو حال حاله يوسف، حاله كارثيه صراحه. شو بيسين الاخوان، والله الا بيسين بالله. شو يعني راه ما بقاش، شو يعني الناس ما عندهم غيدوزوا القنطره. شو الطوموبيلات، شو الطوموبيلات، نص طوموبيل غرق، والله الا نص طوموبيل غرق الاخوان. ها انتم شوفوا معنا، فخليكم معنا نقول لكم الصوره. هي الطريقه محبوسه، ما هناش الطوموبيلات اللي كيدوزوا. شو البيسين، شو والله الا ما سمح الاخوان بالله القسم. شوفوا معنا الطوموبيلات اللي كيدوزوا، ما هناش. شو البانو طاح الاخوان، حد كارثه. الله يحضر السلامه والله يحفظه. صافي بعدا راه كما قلنا دابا راه تسرحات شويه، الحمد لله تسرحات شويه، دابا راه بدات كتنفس. ترى قبيلة راه ما كان الناس مين غيدوزو، الكاميو ما عندو مين غيدوز. ايوا الكاميو غيو حال واقيلا. شوفوا معنا الاخوان، الله اعلم مين غيدوزو هاد الناس هادو. شوفوا ما عندو مين غيدوزو الاخوان. شوفوا يعني دابا راه شويه تنفسات القضيه الحمد لله، يعني القادوس تنفس. شو معانا، يعني هو القادوس، هذا هو القادوس الاخوان، هذا هو القادوس الحمد لله. يعني نزل لي داك سرحوا القضيه، فها هما يعني كما كتشوفوا هذا هو القادو الملي كان هنا، يعني تسرح الحمد لله. فكنتمناو ان هذا الماده يعني سن، نتمناو ان الله يعطينا الشتا، الله يعطينا على قد النفع. حتى راه صراحه راه مدينه المحمديه انا شويه ديال الشتا عرات الواقع ديال المدينه. ها انتم كتشوفوا معانا يعني المدينه، لا 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 يعني المدينه، هاد شويه هاد شويه. شو 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 هذا مالو هذا، شو كي غادي شو؟ ها هو الفيضانات، هادي ما بغيناش. راه كان غايكدر في الروكار مش مقعد. اواه، راه كاين روكار هنا، حضروا راسكم الاخوان، حضروا راه كاين واحد الروكار مشقوق، حضروا راسكم كاين روكار، كيدوزوا الناس من هنا راه. الله يحضر السلامة، الله يحفظ. عفوا مشاهدينا الكرام، يعني كما كتشوفوا معنا كارثة بما تحمل الكلمة بمعنى، غرقات كما كتشوفوا القنطرة، هي غارقة بواحد 20 سنتيمتر كما كتشوفوا، راه هي 20 سنتيمتر باش غارقه الدعوه. يعني الله يحفظنا الله يحضر السلامه. شوفوا معنا، شوفوا معنا البنيه التحتيه ديال مدينه المحمديه، هذه هي مدينه المحمديه الاخوان. هذا هو الواقع ديال مدينه الزهور، هذا هو الواقع ديال مدينه الورود كما كتشوفوا معنا. الدنيا غرقات بالماء، الناس ما بقاو لا قلمي غيدوزوا. فكنتمناو منكم مشاهدينا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على اوسع نطاق، كنتمناو انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا على اوسع نطاق، ومن جميع الناس يعني ساكنين في مدينه المحمديه. نتمناو انكم تاخذوا الحيطه والحذر وتردوا البال وتصوغوا غير بشويه، بالخصوص ان هذه البلاصه هذه يعني غيكونوا هنا كاينين حوادث كثيره، كيطراو حوادث بالنسبه للناس اللي كيجيو هنا. حذوا البال، راه في القنت الهي راه كاين واحد الروكار، واقيلا القادوس راه محلول، الله اعلم. ما عرفتش واش محلول ولا مسدود. لا لا لا، كاين روكار، كاين روكار، الله يحفظ السلامه. شوف يعني شوفوا 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 الغارقه، يعني بلاد كيغرقوا الاخوان. هاي شوف الدنيا غرق الاخوان. شوفوا معنا، شوف بانوات غرقوا الاخوان، الا بان شوفوا الباريير اللي كنبداو هنا شوفوا ما غرقوا، يعني الدنيا غرقت الاخوان هنايا. فالله يلطف بينا،
كنتمناو من هاد الناس اللي المسؤولين ديال المحمديه انهم يشوفوا من حال هاد المدينه هذه، حيت ما يمكنش ان شويه ديال الامطار ساعه ولا ساعه ونص ديال الشتاء تعري على الواقع ديال مدينه المحمديه. فهذه هي مدينه المحمديه كما كتشوفوا معنا، الدنيا غرقش بالماء، يعني الناس بقاو لاقمي غيدوزوا، الطوموبيلات بقاو لاقمي غيدوزوا. الى هنا مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، نكتفي بهذا القدر على ملقاكم باش مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.